تشهد العاصمة بيروت حفل ضخم بمناسبة إطلاق ألبوم الفنانة نوال الزغبي، وهالحفل حضر العديد من الوجوه الفنية والإعلامية، وبطلعتهم الفنانة نجوى كرم، الممثلة ماجي بغصن، الفنان ناجي قسطى. وعلى الرغم من أنه الممثلة شكرا مرتجى اعتزلت المقابلات الصحفية بهالفترة، إلا أنها قررت توجه رسالة خاصة للفنانة نوال الزغبي بالإضافة إلى أبطال هالعمل. بهالتقرير رح نتعرف على اللقاءات يلي أجريناها معهم. الفنانة نوال الزغبي، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفان. كيف ملاقي أصداء الألبوم؟ رائعة صراحة، أنا كتير مبسوطة أنه العالم كتير حب الأغاني وكل واحد بحب غنية. صار لك فترة ما أصدرت ألبوم، شو السبب؟ لأنه ما في أغاني عجبتني بصراحة، يعني من الآخر. إذا بالفعل بإيدها نوال الزغبي محاية، شو الوجع يلي بتمحيه؟ بمحي كتير أوجاع، مع أنه بيعلمونا قيمة الحياة وقيمة الدنيا. ما كتير لجأت نوال للبناني بالألبوم، شو السبب؟ لا ما خاص، شو بتوفق باخد أكتر؟ يعني شو الأغاني اللي بحسها أحلى من أغاني باخدها؟ هالمرة توفقت بالمصر كتير. كيف رح تقضي أجواء عيد الأم مع تيا؟ مع تيا عندي ولدين بعد غير تيا، أكيد رح أقضي معهم أحلى أجواء. نجوى شو بتقولي لنوال بهالمناسبة؟ بدي أقول لها ألف مبروك إلها وإلنا ولروتانا. مؤخراً نجوى أثرت الجدل بالسؤال عاطفي غامض كان جوابك، ولكن بعض التحليلات أشاروا إلى أن أنت بتقصد الفنانة يارا، شو بتقولي عن الموضوع؟ لا ما قصدت حدا، بالعكس بالعكس. بدي أقول لها ألف مبروك، بتستاهل كل نجاحات الدنيا. بدي أقول لها مبروك على هالألبوم الحلو، قليل ما نشوف ألبوم كله هتات. بمناسبة حضورك اليوم بحفل إطلاق ألبوم نوال الزغبي، ممكن هي تغني إشارة المسلسل؟ بتمنى هيدا. يعني في أمل؟ أكيد في أمل تقريباً شي 100%. لأنه نوال وجه خير. أكيد بدي أقول لها ألف مبروك على هيدا النجاح الكبير اللي عم تحققه، مع أنه اليوم الاحتفال الرسمي بالألبوم بس تقريباً صار له أسبوعين نازل، عم نشوف الأراء قديش عم تكون مختلفة بين كل حدا عم يحب غنية معينة. هيدا دليل على نجاح الألبوم، على نجاح التنويع بالألبوم. سمعته للألبوم؟ يعني كان لي الشرف يعني اسمه قبل ما ينزل، وانا علقت يعني على شو هي الغنيه المفضله لإلي اللي هي بالنسبه لي محايه. هي رح بتكون هلا اسم الله، هي كل يوم عم تكون في غنيه عم تلمع بالالبوم، بس انا بالنسبه لي المحايه هي بالنسبه لي اللي رح تكون الانجح ان شاء الله. بقول لها لنوال مثل ما بقول لها بالعاده، انت ذهب بس 24 قيراط. انا بحبك كثير، تعرفت عليك بديو المشاهير، بس فعلا تعرفت على انسانه اصيله. امتدت علاقتنا من 4 سنين لهلا، يمكن ما بنلتقى كثير بس انا بحبها كثير. بالتوفيق، الالبوم بجنان. مبروك 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 لروتانا نوال الزغبي. استاذ سالم الهندي، كل العالم عم يحكوا عن الانتاج الضخم لنوال، وليه خصصوها تحديدا لكل غنيه انتجتوا لها ليريك فيديو خصوصي؟ والله هاي سياسه جديده حتتبع ان شاء الله مع اغلب النجوم، لان انت عارف اليوم احنا في عصر الديجيتال، يعني ما عاد في عصر السي دي والكاسيت، فمطلوب ان نعمل هيك شغلات على الديجيتال، على السوشيال ميديا. مؤخرا نوال اثارت الجدل بتصريحها حول مين هي النجمه الاولى لروتانا، ناس بيقولوا نجوى، اليسا او نوال الزغبي. والله ثلاثه نجوم، ثلاثه قريبين من قلبي وحبايبنا، وثلاثه يعني اولاد روتانا. كيف رح تقدر شركه روتانا تصلح بين اولادها؟ والله نعمل المستحيل ان شاء الله ونصلح بينهم، بس الجمهور لا يأجج، الجمهور كل الفنان لا يأجج الخلافات بين الفنانين. سمعنا في فيديو رح يتصور قريبا لغنية واحدة من الالبوم. في فيديو كليب رح يتصور قريبا، مزبوط. اي غنية؟ هلا هي بدها تصرح اي غنية بدها تصور، انا ما في اعطيك تفاصيل اكثر من هيك، بس اكيد كده باي واحدة من الاغاني رح تتصور قريبا. صراحة التعامل مع نوال دائما حلو، لأنه بتحس في تحدي، هي ما بترضى بأي كواليتي من الأغاني، فبنصير نحن بنحس إنه بدنا نعطي الماكسيموم اللي عنا. صحيح هي أيام صعبة باللهجة العراقية، ولكن العالم ما كتير حسوها إنها عراقية. مزبوط، لأنه هي بس الكلام كان عراقي واللحن عراقي، بس كانت توزيع أكتر على مود لبناني تتكون أكتر الغنية كوميرشل تيحسوها العالم اكثر. بس اول شيء بدي اقول لها مبروك الالبوم، مبروك كل غنيه غنيتيها بهالاحساس، مبروك لكل اكيب العمل اللي اشتغل معك، لانه عن جد انت انسانه وفنانه راقيه
تستاهل كل النجاح، وهذا النجاح بعلمنا كيف نحن ننجح كمان كفنانين. بتضلك تشعي على كل الوطن العربي، إن شاء الله بتضلك نجمة ذهبية كل حياتك يا رب.